الخارجية تدين شرعنة الاستيطان الإسرائيلي وتؤكد أنه يقوض حل الدولتين. وزير السياحة التركي والإسرائيلي يؤكدان متانة العلاقة بين أنقرة وتل أبيب. البيت الأبيض يعلن أن ترامب لن يقف مكتوف اليدين إزاء انتهاكات إيران للقرارات الأممية. جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أون لايف، أهلا بكم. ومن العناوين إلى التفاصيل، اعتبرت وزارة الخارجية في بيان لها مصادقة الكنيسة الإسرائيلية على شرعنة المستوطنات عاملا مقودا لفرص حل الدولتين. وأضافت الخارجية في بيان لها أن هذه الخطوة تعد ترسيخا للوضع غير الشرعي للمستوطنات ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن. وأشار البيان إلى أن اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب من شأنها إعاقة الجهود الرامية لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. جاءت ردود الأفعال الدولية والإقليمية على موافقة الكنيسة الإسرائيلية بضم عدد من المستوطنات بالضفة الغربية متباينة بين الرفض لهذا القرار من جانب، جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والتحفظ الذي أبدته الولايات المتحدة الأمريكية في تعليقها على قرار الكنيسة. مرحلة جديدة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تأتي بعد موافقة الكنيسة الإسرائيلي على قانون مثير للجدل بضم ما يقرب من 4000 بيت استيطاني بنيت على أراضي فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي. ردود الأفعال الإقليمية والدولية نددت بهذا القرار. الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد أن القانون يعكس النوايا الحقيقية لحكومة إسرائيل ويجسد موقفها المعادي للسلام، مشددا على أن القانون ليس سوى غطاء لسرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين. وأوضح الأمين العام للجامعة العربية أن القانون يعد حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. الخارجية الأمريكية من جهتها قالت إن الإدارة الجديدة في واشنطن بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف لاتخاذ القرار الصحيح، ورجح أن يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، إلا أنه أشار إلى أن إدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على القرار إلى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها. وفي فرنسا التي يزورها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاليا، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن الاستيطان يعرقل أي مفاوضات محتملة بين الجانبين. زيادة بناء المستوطنات يفتح الباب أمام ضم مناطق من الأراضي الفلسطينية. أعتقد أنه يمكن لإسرائيل وحكومتها مراجعة القانون، وأرى أن ذلك ضروري لاستئناف المفاوضات. الأمم المتحدة كانت أكثر حدة في انتقادها القانون، حيث أكدت على لسان نيكولاي ملادينوف ممثل المنظمة الدولية لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين أن التشريع الإسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز خطا أحمر عريضا يعرقل أي محاولات لاستئناف محادثات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال ملادينوف إن القانون قد يفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية ويقوض حل الدولتين القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل. وكان الكنيسة الإسرائيلية قد صادق بشكل نهائي على قانون يتيح الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة لصالح الاستيطان، حيث صوت 60 عضوا في الكنيسة لصالحه ليعطي بذلك شرعية قانونية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة. يبدو أن وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية قد أعطت القوة والصلاحية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان على الأراضي الفلسطينية،
ففي خطوة أحدثت وما زالت ردود فعل غاضبة على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي، صدق الكنيسة الإسرائيلي بشكل نهائي على قانون يقنن وضع نحو 4000 وحدة سكنية استيطانية على أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة، ليعطي بذلك شرعية قانونية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة. تمرير القانون داخل الكنيسة جاء بموافقة أغلبية الأعضاء، وذلك في استجابة لمساع حكومية طالما عمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنجازها. مشروع القانون قد واجه معارضة شديدة داخل الكنيسة، حيث أكد معارضوه أن تمريره سيكون أول تشريع إسرائيلي يؤكد بوضوح دعم الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات، ويحد بشكل علني من حقوق الملكية للفلسطينيين بشكل يتعارض مع الحماية الممنوحة للشعوب تحت الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. كيف يمكننا الموافقة على هذا القانون المجنون الذي يهدد السلم الدولي بضم أملاك الفلسطينيين، وهو ما يعرض الجنود والسياسيين الإسرائيليين لمحاكمات دولية؟ في أول رد فعل لها على القانون، قالت منظمة التحرير الفلسطينية إنه يشرعن سرقة الأراضي الفلسطينية لحساب المستوطنين الإسرائيليين. وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبوردينا أن القانون مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي، وطلب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها. القانون الإسرائيلي الجديد الذي يشكل خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية ربما لم يأخذ الضوء الأخضر من البيت الأبيض، ففي حين أن إدارة ترامب امتنعت تقريبا عن التنديد بالبناء الاستيطاني حسب مراقبين، لكن تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي طالب من نتنياهو عدم مفاجأته بخطوات أحادية في الضفة الغربية، وهو ما أكده نتنياهو قائلا: لا أريد مفاجأة الأصدقاء. أهلا بكم من جديد وإلى سياق النشرة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال تطوير آليات منح تأشيرات الدخول الإلكترونية إلى مصر بحلول مايو المقبل وزيادة الترويج للمقاصد السياحية. وخلال اجتماع ترأسه المجلس الأعلى للسياحة، وجه السيسي أيضا بإعداد دراسة لتطوير شبكة الطرق بجنوب سيناء خلال 3 أشهر، وكذلك مراجعة بعض التشريعات المنظمة للسياحة بما يتفق مع التطورات العالمية والانتهاء منها قبل منتصف العام الجاري. عقد رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماعا مع محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والزراعة لبحث خطط تطوير بنك التنمية والائتمان الزراعية، وتم خلال الاجتماع استعراض خطط تطوير البنك الزراعي والتي تتضمن الإصلاح المالي واستغلال أصول البنك وممتلكاته وإدارتها بطريقة اقتصادية رشيدة، وكذلك قيام البنك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أعلن اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الانتهاء من أعمال حفر نحو 1.5 كيلو أسفل قناة السويس ضمن مشروع الإنفاق أو الأنفاق. وأضاف اللواء كامل الوزير خلال جولة تفقدية في أنفاق قناة السويس برفقة 150 طالبا وطالبة من مختلف الجامعات، أضاف أن عملية الحفر ستنتهي في نهاية هذا العام. النهارده بالظبط بيمر 6 شهور من بدايه الحفر. احنا بدانا نحفر في 6/8/2016 يوم ما شرفنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضرتك شفتوه لما دخل معانا النفق يوم ما بدات المكنه تشتغل. النهارده 6 شهور بالظبط، النهارده 7/2، يعني مر 6 شهور بالكمال والتمام. عملنا فيهم لحد دلوقتي بالمكنه 1453 متر، يعني دخلنا على 1500 متر من اجمالي 4800 متر، يعني تقريبا احنا داخلين على 30% من الحفر بالمكنه في النفق. المداخل زي ما حضرتك شايفاها كده، المداخل والمخارج اللي في الشرق في سيناء خلصت بنسبه 100%. ان شاء الله احنا بالمعدل اللي احنا ماشيين بيه متوقع ان احنا في نهايه 2017 اللي احنا فيها دي او بدايه 2018 بكتير قوي نكون مخلصين كل الحفر بالمكنه ان شاء الله، ونعدي الناحيه الثانيه. والمكنه اللي بورسعيد زي ما حضرتك اكيد جاي من بورسعيد بتقولي، يكون عدى من الـ من الـ من الشرق للغرب، يعني احنا هنا ماشيين من الغرب للشرق، بورسعيد ماشيين من الشرق للغرب. كما أعلن اللواء كامل الوزير عن تولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مهمة تنفيذ إنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الهيئة تنفذ حاليا 1300 مشروع.
احنا حريصين جدا ان احنا نقابل شبابنا ونقابل طلاب الجامعات بالتحديد يجوا كل مشاريعنا، سواء في الانفاق في الاسماعيليه او في بورسعيد او في المنطقه الصناعيه بورسعيد او في الميناء التجاري بورسعيد او في طريق الجلاله او في الضبعه او في المدن الكبيره اللي احنا بنعملها، واهمها بقى اليومين دول المشروع الجديد العملاق اللي بدانا نشتغل فيه من تقريبا من اول امبارح، يعني من يوم السبت او الاحد، هو العاصمه الاداريه الجديده. اتكلفت الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بالبدء في تنفيذ العاصمه الاداريه الجديده اول امبارح. اشتغلنا برضه زي ما احنا شايفين بالانفاق هنا، جبنا شركاتنا المصريه، جبنا الاستشاريين المصريين، وبدانا ننشر ونتعايد عشان نشتغل فيها. بنعمل مناطق صناعيه في مدينه الاساس في دمياط، بنعمل مناطق صناعيه للصناعات الصغيره والمتوسطه في جنوب بورسعيد، في مدينه السادات، في مدينه بدر. الحمد لله في 1800 مشروع بنشتغل فيهم دلوقتي، منهم على الاقل 300 مشروع قومي كبير في وقت واحد. كل ده بسواعد شركاتنا المصريه، بسواعد مهندسينا، بسواعد عمالنا، وباشراف ضباطنا زمايلي اللي في الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل عن تطلعهم لتعزيز التعاون مع مصر. وقالت مفوضة للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن الاتحاد سوف يعزز تعاونه الاقتصادي والسياسي والأمني مع مصر، خاصة في مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية وخلق فرص للعمل. وأشارت إلى أن الاتحاد وجه دعوة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري لحضور اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المقبل. اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولوية لقتال التنظيمات المتشددة وفي مقدمتها داعش الإرهابي يعد أمرا جيدا، وأوضح أنه من السابق لأوانه توقع خطوات أقوى من ترامب. وفيما يتعلق بمحادثات أستانا، اعتبر الأسد أن نجاحها يتوقف على إيقاف تدفق من وصفهم بالإرهابيين إلى سوريا وقطع الدعم الخارجي عنهم، بالإضافة إلى جعل الحوار بين أيدي السوريين فقط لتحديد مستقبل بلدهم ونظامه السياسي. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد وإلى سياق النشرة مرة ثانية. قال مسؤولون بالأمم المتحدة إن برنامج إزالة الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي خلفها مسلح داعش في مدينة الموصل العراقية وما حولها قد يتكلف 50 مليون دولار، فضلا عن 50 مليون دولار أخرى في باقي العراق. وأوضح رئيس تخطيط البرنامج والعمليات لدى دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أن إزالة العبوات الناسفة وتطهير المباني أكثر خطورة من حقول الألغام، وهو ما يحتاج إلى مستوى أعلى من المهارة والمعدات المعقدة وتسير بوتيرة أكثر بطئا. قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن قوات موالية للحكومة اليمنية ومدعومة من قوات التحالف العربي تمكنت من بسط السيطرة الكاملة على مدينة المخا على ساحل البحر الأحمر في إطار حملة تمهد للتقدم صوب مدينة الحديدة الساحلية التي تضم الميناء الرئيسي للبلاد. ويقاتل أنصار الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي منذ أسابيع لاستعادة السيطرة على المدينة الصغيرة التي كانت في السابق ميناء رئيسيا لتصدير البن. ينتخب البرلمان الصومالي الأربعاء رئيسا جديدا للبلاد من بين 23 مرشحا، بينهم الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود. وكان من المقرر انتخاب الرئيس الصومالي في أغسطس الماضي، لكنه أرجئ مرات عديدة، ويفترض أن يؤدي انتخاب الرئيس إلى إنهاء عملية انتخابية استندت إلى النظام القبلي الذي يحكم هذا البلد المحروم من سلطة مركزية حقيقية، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد سياد بري في عام 1991. قال وزير السياحة التركي نبي أوجي إن بلاده ستبذل ما في وسعها لاستقبال السياح الإسرائيليين بشكل أفضل، وذلك خلال زيارة الوزير التركي إلى تل أبيب حيث التقى نظيره الإسرائيلي ياريف ليفين. الوزير الإسرائيلي بدوره أكد متانة العلاقة بين تل أبيب وأنقرة، مؤكدا أنها عامل أساسي في استقرار المنطقة وعامل أساسي لتحفيز النمو الاقتصادي. يذكر أن تركيا واحدة من أكبر الوجهات السياحية للإسرائيليين.
أعلنت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو أنها لن تصدر اليوم حكما في الطعن المقدم بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنع فيه مؤقتا سفر لاجئين ورعايا 7 دول ذات غالبية إسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن الإدارة الأمريكية واثقة من انتصارها في المعركة مع القضاء، وذلك بعد قرار محكمة اتحادية بإيقاف تنفيذ أمر الرئيس دونالد ترامب الخاص بمنع دخول الوافدين من 7 دول. وقال سبايسر إن القانون في صف الرئيس، مؤكدا أن ترامب يملك رؤية تؤهله للقيام بما هو في صالح الأمريكيين. Speaking of good numbers, let's turn to the jobs report. The economy added more than 227,000. أكد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقف مكتوف اليدين إزاء انتهاكات إيران للقرارات الأممية. وأضاف سبايسر في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض أن إيران لم تدرك بعد أن هناك رئيسا أمريكيا جديدا، وذلك في رده على تعليقات المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الذي أكد أن لا تهديدات ترامب لا تخيف إيران وطهران. أشعل محتجون في فرنسا النيران في سيارات وصناديق للقمامة عقب مزاعم عن عنف مفرط للشرطة أثناء القبض على رجل عمره 22 عاما ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. وقالت تقارير صحفية إن عددا من عناصر الشرطة يجرى التحقيق معهم الآن بسبب استخدام العنف خلال القبض على الرجل الموجود الآن بأحد المستشفيات الفرنسية. قتل 20 شخصا وأصيب 48 في انفجار خارج مبنى المحكمة العليا بالعاصمة الأفغانية كابول. وذكرت الشرطة أن انتحاريا فجر نفسه أثناء خروج موظفي المحكمة من مكاتبهم بنهاية يوم العمل، ولم تعلن بعد أي أو أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. ومن الأنباء المحلية، شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة على 64 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية للتفتيش على أقسامها المتعددة للتأكد من مدى انتظام العمل داخلها، ومرت أيضا الحملة على 12 مستشفى في محافظتي القاهرة والجيزة و52 مستشفى على مستوى المحافظات. لأن صحة المواطن هي الأهم، وكون المستشفيات الحكومية ملاذ الجميع لا سيما غير القادرين، استهدفت حملات الرقابة الإدارية هذه المستشفيات في أنحاء الجمهورية، والنتيجة عجز كبير في القفازات الطبية وتعطل إحدى الحضانات، علاوة على تكسير في إحدى الغرف والطرقات في مستشفى أبو تيج المركزي بأسيوط. لكن تبين فيما بعد أن المستشفى قد أخطرت مديرية الصحة بالأمر وجاري عمل الصيانة. مديرية الصحة شاركت في الحملة التفتيشية المفاجئة على القطاعات الصحية بمركزي أسيوط وأبو تيج للوقوف على مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتوافر المستلزمات الطبية وانتظام العمل بالعيادات الخارجية. وتأكدت الحملة من وجود طاقم الأطباء والتمريض كاملا دون تغيب أحد. أما في الفيوم فالمأساة كانت كبيرة، ما بين قصور شديد في الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وانتظارهم بالساعات للكشف، علاوة على عدم وجود الأطباء ونقص الأدوية وتهالك مبنى مستشفى إطسا. ولم تخلو مستشفى رأس التين العام بالإسكندرية هي الأخرى من المخالفات، فقد رصدت الحملة خلال جولتها عدة مخالفات تتمثل في عدم نظافة الحمامات الخاصة بالمرضى ووجود أكياس محاليل داخل الحمامات تسبب خطرا على حياة المرضى والمترددين على المستشفى وانتشار صناديق القمامة بالمداخل. الرقابة الإدارية فاجأت أيضا مستشفى ديكيرنس العام بالدقهلية ورصدت حملتها وجود بعض المخالفات، وفي مقدمتها سوء حالة غرف العمليات بالمستشفى ووجود صدأ في بعض الأجهزة المستخدمة سيجرى إحلالها وتجديدها خلال 2 أسبوع، علاوة على سوء دورات المياه بقسم الاستقبال. وتمت إحالة مدير المستشفى ومسؤول السلامة والصحة المهنية إلى التحقيق.
تنضم اليوم الطائرة الثانية من طراز بوينغ بي 737-800 لأسطول مصر للطيران بعد تسلمها من الشركة المصنعة في ولاية سياتل الأمريكية. يأتي ذلك في إطار صفقة لشركة مصر للطيران تتضمن الحصول على 9 طائرات من ذات النوع بهدف تطوير الأسطول المصري. بانضمام طائرة البوينغ بي 737-800 NGS إلى أسطول مصر للطيران تصبح الشركة الأكبر في المنطقة التي تملك هذا الطراز المتقدم من الجيل الجديد الذي تستخدمه 104 شركات طيران حول العالم، وتستأثر مصر للطيران ب 22 طائرة من هذا النوع. الطائرة التي تحصل عليها مصر هي الثانية من صفقة الطائرات التي تشمل الحصول على 9 من ذات النوع لتكون الطائرة رقم 62 في الأسطول المصري بشكل عام. الطائرة الجديدة تعد الأحدث في الجيل الجديد، وتصنفها الشركة المصنعة بأنها الأكثر رواجاً ومبيعاً في عائلة بوينغ 737 من الجيل الجديد، وتعتبر الاختيار الأول لكبريات شركات الطيران العالمية إذ تتمتع بقدرات تكنولوجية عالية بالإضافة إلى استهلاكها المنخفض للوقود. الطراز الجديد يتمتع بقدرات متطورة تمكنه من الطيران المتواصل لمدة 6 ساعات بما يخدم المسافات المتوسطة، بالإضافة إلى توسيع المسافة بين مقاعد الركاب لتصل إلى 48 بوصة بما يفوق جميع الأنواع المتوفرة من هذا النوع عالميا. تصميم الطراز الجديد يوفر مرحلة متقدمة من الرفاهية للراكب تشمل اتساع حامل الحقائب الموجود أعلى المقاعد، ويضم برنامج الطائرة المثبت في كابينة القيادة ما يقرب من 30 قناة وإذاعة عالمية يمكن الراكب الاختيار بينها. إنسان آلي يغني ونموذج ما زال يعمل، عمره 244 عاماً، لباقعة فضية، هما من يستقبلان زوار معرض جديد في متحف العلوم بالعاصمة البريطانية لندن. المعرض يستعرض سعي البشرية لبناء الآلات الذكية على مدى 500 عام. لم يعد حلماً بل حقيقة، روبوت يحادثك ويخاطبك ويغني لك. هي خطوة جديدة في مجال الروبوتات تضاف إلى خطوات كثيرة سبقتها ليشاهدها الجميع الآن في المعرض الجديد للروبوتات الذي افتتح بمقر متحف العلوم في لندن، وضم مخترعات بلورت نتائج 500 عام من اختراع الروبوتات والأجهزة الذكية. في مقدمة المعرض يفاجئ الروبوت الزوار بالغناء، فيما تقوم البقعات الفضية بتحية الزوار وغيرها الكثير من النماذج. زوار المعرض سوف يكونوا قادرين على رؤية 100 نوع من الروبوتات المدهشة من جميع أنحاء العالم في غرفة واحدة لأول مرة، وهو أمر مهم للغاية لكيفية محاولتنا إعادة تجديد وتطوير أنفسنا تماما كما الآلات. نجم المعرض هو الروبوت البريطاني كامل الحجم الذي يتنقل داخل المعرض ليقدم عرضا مسرحيا للزوار كل 20 دقيقة، فيما تلقون التحية من البجعة التي اخترعت في القرن 18 من قبل جون جوزيف ميرلين مخترع التزلج على الجليد، وظهرت في معرض باريس في عام 1867. كما يضم المعرض قطعا بارزة أخرى كالهيكل العظمي للروبوت T-800 المستخدم في تصوير فيلم المدمر، وروبوت آخر يقوم بفك وتركيب أجزاء الآلات. معرض الروبوت بمتحف العلوم في لندن يجسد تاريخ تطور اختراع الروبوتات وكيف استطاع المخترعون أن يغيروا من أشكالها ويطوروا من قدراتها خطوة تلو الأخرى، ويستمر حتى سبتمبر القادم ليقدم الترفيه والتسلية والمعرفة. مارس الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رياضات مائية جديدة وخطيرة كان افتقدها أثناء وجوده في البيت الأبيض لأسباب تتعلق بالسلامة. وتعلم أوباما الذي انتهت سنواته الثماني كرئيس الولايات المتحدة الأمريكية كيفية التزلج الشراعي على الماء بينما كان يقضي عطلة الأسبوع الماضي في إحدى جزر الكاريبي. إذن مشاهدينا الكرام، يتبقى الآن التذكير بأهم العناوين. الخارجية تدين شرعنة الاستيطان الإسرائيلي وتؤكد أنه يقوض حل الدولتين. وزير السياحة التركي والإسرائيلي يؤكدان متانة العلاقة بين أنقرة وتل أبيب. البيت الأبيض يعلن أن ترامب لن يقف مكتوف اليدين إزاء انتهاكات إيران للقرارات الأممية.
إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، انتظرونا على رأس الساعة.